السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله وغلا وكراتين حلا لكل من يتابعنا عبر شاشة القناة السعودية. فكر واربح. ويا هلا بكم حبايبي. نبلش عبد صوت. يا سلام عليكم. يا هلا والله بكل اللي يتابعونا في الحلقة السادسة من برنامج فكر واربح. العديد من الفقرات الجميلة والممتعة والشيقة بانتظاركم. ويلا يا ابو حسين نبغى نبدع اليوم، نبغى نساعد، بس عاد انتوا عاد. قبل ما ابدا حبايب المشاهدين اذكر المشاهدين انه عندنا هاشتاج راح يكون اتباعا، بس قبل الهاشتاج اذكركم يلي تتابعنا ويلي متفاعل معانا عبر شاشة القناة السعودية انه احنا نحاول قد ما نقدر نتساعد معك، بس انت عاد يعني حاول انك يعني ها شوف اللي حولك منا يا سلام عليكم. طيب أذكر مشاهدي الكرام للحصول أو المشاركة في برنامج فكر واربح، التواصل معنا على الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة. طالع الأرقام يا شباب، أعطوني خبر عشان نذكر المشاهدين. يلا سجل واتصل على الرقم الظاهر على أسفل الشاشة 011-80-8 ورقم آخر 011-80-4-9. عطنا صوت. يا سلام حلو، يا سلام عليكم. طيب واضح اللعبة زي العادة. أذكر مشاهدين إن عندنا هاشتاج فكر واربح زي ما ظاهر على الشاشة. غدا إن شاء الله راح يكون عندنا سؤال، السؤال هذا راح يكون عليه جائزة فكر واربح بدون همزات بدون أي شيء. كلمة عليك تابع معنا في البرنامج، تروح على تويتر تتفاعل معنا، عندنا سؤال إن شاء الله في نهاية حلقة اليوم أو يوم غد إن شاء الله، وراح نسحب سحب عشوائي. اشتغلت الأمور طيبة عندنا، حلو تمام حلو. وش الشخصية؟ حسيت إني تحمست. حسيت إنه إنجاز، لأنه شباب ذكروني بنقطة قالوا لي إنه سحب السيارة راح يكون بعد يوم غد ولا لا. شباب السبت عندنا سيارة وراح يكون الأسئلة كلها لكم أنتم، مجرد ما تجاوب على السؤال تدخل معنا تلقائيا في السحب وراح يفوز معنا واحد أو واحدة. يا ترى منه سعيد أم سعيدة الحظ؟ واضح اللعبة؟ تمام حلوين، تمام اللي تابعنا. يلا بسم الله على بركة الله ناخذ اتصالات نبدأ. ألو السلام عليكم. اشتعوا عاد. معنا ألو السلام عليكم. ألو عوض. الو السلام عليكم. اي السلام عليكم عوض، اسمعني من التليفون يا عوض. اسمعك من التليفون يا فندم. الاسم صح عوض؟ ايوه ايوه ايوه. طيب عوض جاهز نبدا؟ جاهز. اعطونا الايقونات يا شباب. يلا ها شايف الايقونات؟ والله يا ابو رفاض احنا نستلها منك يا ابو رفاض. دقيقه قبل الايقونات خليني ودي اقول لك حاجه. اول شيء من وين تكلمنا يا عوض؟ من ابها. من ابها. امس انا سالت سؤال وحسيت انه يعني يمكن هذا الموضوع يحتاج انه نعطيه اكثر من حجمه في الجانب الاعلامي، صح ولا لا؟ اللي هو العاده السلبيه التي ازداد عن حدها في شهر رمضان المبارك. عاده سلبيه يشوفها عوض ود انها تتغير في هذا الشهر الكريم. تخيل معي. ايه اللي هي طول عمر سوء الاخلاق وال اسمعني؟ ايه والمضاربات ولا ها؟ ايه مضاربات و ايه هذه الامور. يا سلام عليك، يعني لازم نتذكر انه الشيطان ما بعد مات. ايوه فلا تشب النار يا شبابها، هدي الامور تمام ها؟ يلا جاهز؟ جاهز يا عوض؟ تفضل يا ابو ريفان. اعطونا الايقونات يلا ها، وش تختار يا عوض؟ يلا. يلا يا عوض يلا ابغاك تساعدنا يا ابو ريفاض. ابشر بعزك، لا تقول ابشر، بس الحين معي تركي، قل ابو تركي لان ابو تركي يعني الحين كل الجو على ريفان. يا ابو تركي عمري من البدايه احنا نحترمك يا عمي لك. يلا وش تختار يا عوض؟ عطنا ملعب. عطنا ملعب. يلا يقول السؤال يا حبيبي، ركز معي يا عوض يا حبي لك، ما هي ام الالعاب الرياضيه؟ تبي خيارات؟ اعطونا الخيارات يلا. هل هي كرة السلة ولا كرة القدم ولا ألعاب القوة؟ كرة القدم. ركز معي، هل هي كرة السلة ولا كرة القدم ولا ألعاب القوة؟ ألعاب القوة. ثبت. ثبت. ويا سلام عليك. يلا يا سلام عليك، برافو عليك عوض، تستاهل.
تستاهل يا عوض. الله يعطيك العافية. مع السلامة. أوه مع السلامة. باقي الجائزة. عوض حبيبي. أيوة معك. يا حبي لك من 1 إلى 11 وش تختار كوبون؟ يلا. عطنا 7 يا طويل. 7 عطنا صوت. شايف معنا؟ شايف الله يسعدك. الله يسعدك. يلا بسم الله على بركة الله جائزتك يا عوض. اسمعنا بألف ريال مقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون. يعطيك العافية. مبروك. الله يبارك فيك. مع السلامة يا عوض. يعطيك العافية يا عوض. أول متصل معنا فاز بألف ريال. معنا اتصال من خميس مشيط. نقول ألو السلام عليكم. أمل. أيوه. حياك الله يا أمل. تسمعينا من التلفون يا أمل؟ أمل. أنت معنا على الهواء مباشرة. يلا نطلع الأيقونات. يلا يلا. وش تختارين؟ ها؟ رحلة. لا تعطون خيارات الشباب لين تختار هي عاد. رحلة. يقول السؤال يا طويلة العمر والسلامة، مدينة سعودية قديمة وإحدى محافظات منطقة مكة المكرمة تقع على ساحل البحر الأحمر، فما هي هذه المدينة؟ هل هي تربة ولا عطوا الخيارات يلا. هل هي تربة ولا الخفجي ولا رابغ؟ ها؟ مدينة سعودية. معك 20 ثانية. مدينة سعودية قديمة. رابغ. وشو؟ رابغ. نثبت؟ نثبت؟ ايوه ثبت. يا سلام عليك. هلو يا أمل. هي فعلا رابغ، مدينة سعودية قديمة وإحدى محافظات منطقة مكة المكرمة تقع على الساحل البحر الأحمر، هي مدينة رابغ. تمام جاهزة؟ وش تختارين من 1 إلى 11؟ وش تبين آمري؟ 8. يلا 8. شايف الكوبون يا أمل؟ يلا يا أمل جائزتك يا طويلة العمر والسلامة. وش تبين يعني؟ تبينه ولا مجوهرات ولا؟ واضحة وصريحة. أمل معنا؟ إيه معك. فاستمعنا بمجوهرات مقدمة من الكريديس وهدية مقدمة من رتاق. ألف مبروك يا أمل. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. تستاهلين يا أمل. يلا مع السلامة. طيب قبل ما اخذ الاتصال الجميل هذا اذكر المشاهدين الكرام انه ان شاء الله يوم غد ان شاء الله راح يكون معنا سؤال راح ناخذ اجوبتكم على الهاشتاج تلقائيا نختار خيارات راح يكون معنا 3 فائزين الان حمسونا وشاركونا بانطباعكم على الهاشتاج اذكر ان يوم السبت هو يوم حافل جميل برعايه جميله ايضا برنامج برعايه معرض صالح للسيارات كل سبت راح يكون معنا فائز بسيارة مقدمة من معرض صالح للسيارات شكرا لهم وهم يستاهلون اللي كانوا معنا وجميع الرعاة لأن حقيقة البرنامج عفوي وممتع وشيق وعندنا هدايا عدة تمام واليوم الخميس حلويش أو نجتمع مع أجواء الونيس يلا عطونا الاتصال يا شاب يلا السلام عليكم يا سلطان يا مرحبا فيك هلا هلا فيك حياك الله يا حبي لك وش ذا الحماس الله يسلمك حياك الله على فكره بقى. انا انت تكلمنا من حفر الباطن اي نعم ان شاء الله بعد حلقه 13 رمضان اذا الله احيانا ان شاء الله ومدنا بالصحه والعافيه ابكون عندكم ان شاء الله في المدينه العسكريه في مدينه الملك خالد يا مرحبا فيك ارحب فيك عندي برنامج جميل ترفيهي على المسرح لشهداء الوطن يعطيك العافيه ما قصرت ولازم نشوفك ان شاء الله في المحفل تمام ان شاء الله يلا اعطونا الايقونات الشباب اعطوني اياها يلا وش تختار يلا وش تختار ها وش تبي يا سلطان ما
ملعب. يلا يقول السؤال يا سلطان، ركز معي. معك. أين يقع الاتحاد العربي للعبة الشطرنج؟ هل هي لبنان ولا الإمارات ولا في تونس؟ يلا، لعبة الشطرنج الاتحاد العربي لها اللعبة. ها؟ ساعدنا. ركز معي، لبنان ولا الإمارات ولا تونس؟ ها؟ ها؟ جاوب عني. طيب اقول جاوب عني، توهقني مع المشاهدين. وشو هي، تونس ولا وشو، الإمارات ولا وشو؟ ها؟ تونس. لا سلام عليك، لا سلام عليك، تستاهل. سلطان انت صراحة ممتع واغرب متصل من الحماس. سلطان ايش يقول؟ يقول تكفى جاوب عني. اجل انا اتصل على عمري، ادق على عمري، كيف تجي يا سلطان؟ كيف تبيها؟ الله يسعدك. كرة القدم صح، بس عاد الرياضة هذه ما، لا شوف، تونس لعبة الشطرنج طبعا اشتهرت في تونس ولها يعني باع يعني كبير في تونس، الاتحاد العربي في تونس للعبة الشطرنج. نعم. تمام؟ تمام. انا حزك تقول خلنا بس على المصاقيل ازين. يعطيك العافية، يعطيك العافية حبيبي. يلا وش تختار يا سلطان من 1 إلى 11؟ 2. مبروك يا سلطان، فزت معنا بجائزة دراهم. الله الله والله يا شباب، دراهم مراهم. لا فزت معنا في، ترى على فكرة في مجوهرات، في عيادات، في قسائم شرائية أعلى من 1000 ريال. لا تستعجل. طيب يلا، فزت معنا بعلاج مجاني للأسنان والجلدية من مجمع عيادات أوكيه الطبية، وأيضا فزت معنا بقسائم شرائية يا سلطان مقدمة من بدون اسم مقاضي العيد. يعطيك العافية، يعطيك العافية. هذه يمكن أغلى من 1000. يعطيك العافية، تستاهل. الله يعافيك سلطان. سلطان حبيبي، هلا بك. الفطور إن شاء الله 13 رمضان في الحفر. ها حياك الله، حياك الله، محلك وأهلك. يا حياك الله، تسلم يا سلطان، مع السلامة. منو معنا؟ أم ممتاز. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحيح الاسم أم ممتاز؟ نعم صحيح. الله يسعدك، من وين تكلمين يا أم ممتاز؟ من حايل. كيف الأجواء عندكم هالحايل؟ عسى الأمور تمام. الحمد لله. طيب. حر شوي أي والله، يعني الحمد لله، الحمد لله على كل حال. طيب إحنا يعني في الفترة الماضية مع اتصالات المشاهدين كان عندنا العديد من المناطق، اليوم معنا حايل. الأكلات اللي على السفرة في شهر رمضان المبارك في حايل وش هي؟ سمبوسة عادة، شوربة. سمبوسة، كل العالم عندهم سمبوسة، غير السمبوسة شوربة. لا هذا تقول اخلص علينا، هذا اللي تقول اخلص علينا، الله يرحم والديك. الجيمات يلا، وش تختارين؟ اعطونا الايقونات يا شباب. يلا وش تختارين يا ام امتياز؟ بسم الله على بركة الله. رحلة. رحلة. يقول السؤال يا طويلة العمر والسلامة، محافظة رفحة يا ام امتياز، محافظة رفحة هي إحدى محافظات، تبين خيارات؟ يلا عطوا الخيارات. جنوب المملكة ولا منطقة الحدود الشمالية ولا شرق المملكة؟ رفحة قريبة من عندكم عاد. تبع الشمال. نثبت معك 15 ثانية. ساعدوني شوي. فكري أنت، أمور تمام. 10 ثواني. حدود الشمالية نثبت. لا يا محفر الباطن، رفحة محفر الباطن. انت وش تقولين؟ انت وش تقولين؟ طيب حدود الشمالية انت قلتي؟ ايه. يلا ثبت لي. صح. خليك على الحدود الشمالية ام امتياز. نعم. مبروك، بارك الله فيك. يلا وش تختارين يا ام امتياز من 1 إلى 11؟ 4. شايف الكوبون يا أم امتياز؟ لا. طيب فزتي معنا يا أم امتياز، ألف مبروك، هدية مقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون، 1000 ريال لأم امتياز في من حايل. راحت الألف هذه لأم امتياز من حايل، مبروك يا أم امتياز. يعطيك العافية. الله شكرا. وياك.
طيب ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا هلا والله وغلا وكراتين حلا. حياك الباري، من معنا؟ مساك الله بالخير يا ابو تركي. الله يسلمك ويعافيك ويرضى عليك. علينا وعليكم يا ابو حميد من الدمام. محمد. الله الله، معك محمد من الدمام. انا عندي كاشف ترى. الله يسلمك، انت تسال وجاوبناك. يا حبيلك يا محمد، جاهز؟ مستعد؟ الله جاهز جاهز. امورك تمام؟ تمام تمام. اعطونا الايقونات يا شباب، يلا. وش تختار يا محمد؟ رحلة، مجلس، ها؟ ملعب. ملعب، يلا. يقول السؤال يا محمد، كم عدد لاعبين أو لاعبي كرة السلة؟ أنت لاعب رياضي ولا لا؟ تعطون خيارات لين يطلب خياراته. كم خبر الكرة تقدم السلة؟ والله ما عندنا خبر. أحس إنك ابتلجت، ها؟ شكلك مالك في الكرة، ها؟ لا والله ما لنا بالكرة، في القدم. شوف الخيارات، شوف الخيارات، لا تستعجل. يلا، هل هو سبع لاعبين او ست لاعبين او خمس لاعبين؟ يلا سهل يا محمد. كم يا ولد؟ كرة السلة يعني كم يعني الصالة الرياضية؟ الطائرة ست، صعبة تكون السلة زي الطائرة، ها؟ اقل سبع السلة. ولا خمس؟ لا يلا، سبع ولا خمس بسرعة؟ خمس خمسة. الله الله. يا سلام عليك، يا سلام عليك محمد. سم سم، أول شيء مبروك. الله يبارك فيك. شكلك مالك في الكورة. والله الكورة لك عنها يا ولد. راعي صيد شكلك. الله الله، ها؟ الله الله، الصيد والبر كله. وش تختار يا محمد؟ جايزتك يلا. عشرة يا رجل، عشرة. عشرة جايزتك يا محمد. تسمعني يا ابو حميد بجائزة مقدمة من المهيد بطب الاسنان، وآل يشمك اهدولي قسائم ايضا شرائية لاخونا محمد من الدمام. مبروك يا محمد. الله يبارك فيك، تستاهل. طيب محمد طبعا يعطيك العافية. ابو حميد يا مرحبا. طيب مشاهدي الكرام، عشان نستمتع اكثر ونقدم جوائز اكثر، لفوا السمبوس وجهزوا الجيمات، راح نرجع لكم بس بعد هالفاصل. رجعنا لكم من جديد مشاهدي الكرام، متابعينا. هذا اتصال جميل، ايه عطي صوت. الو محمد من جدة، السلام عليكم. او نايف، نايف سلام. مرحبا بكم. هلا مرحبا. نايف من جدة صح ولا؟ من نجران. نجران. من نجران يا شباب. نايف من نجران. اي نعم. كيف الامور عندكم هناك؟ عساها طيبه. اي نعم الحمد لله طيبه. الله يطول لي بعمرك وتسلم ويسلم راسك يا نايف. الله يسلم. نايف. هلا مرحبا. عارف البرنامج، عارف اللعبه؟ اي نعم عارفني. اعطونا الخيارات يا شباب. عندك رحله ومجلس وملعب. عملات 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 عملات. ابشر. يقول السؤال يا حبيبي، ميناء ضبا يقع في مدينة ضبا. ميناء ضبا يقع في مدينة ضبا التابعة لمنطقة، هل هي منطقة تبوك ولا الجوف ولا عرعر؟ سهل مرة، هذه الخيارات يلا. ضبا. نايف أنا. ساعدني ساعدني بالله. سهل ضبا يا نايف، ضبا. هل هي في تبوك؟ تبوك تبوك تبوك. ثبت ثبت، معك عشر ثواني. ثبت ثبت ثبت. خلاص يا خلاص. يا سلام عليك. حلو 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 يا نايف، برافو عليك يا نايف. نايف حبيبي هلا هلا. لازم تركز معنا يا نايف، لازم. يلا. متزوج، اعزب، وشو؟ لا ما اعزب. ياس، يعني الامور طيبه في البيت، تساعد الاهل في البيت في الطبخ ولا؟ ايه ها؟ اي نعم بساعد. انت تقول ايه عشان تاخذ جايزتك ولا صدق ايه تساعدهم؟ لا
لا والله عندي الوالدة تسمعني. الله يطول بعمرها وعمر امهاتنا ويرحم من مات منهم. قل امين. امين. يعني قاعد تساعد الوالدة الحين. اي نعم. الله يطول بعمرها، بلغها سلامنا. تكفى يا نايف ها؟ يبرق يلا وش تختار يا نايف؟ يلا. 6 9 3 1 اي نعم. واحد رأي موجود، راح راح موجود معنا. واحد شايفه يا نايف؟ نايف اي نعم اي نعم شايفه. 1000 ريال مقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون يا نايف، ألف مبروك. وراحت لك الآن على نجران. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، يطول عمرك. تستاهل تستاهل، بس خلي الوالدة عاد. الله 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 اللي يسلمك يطول عمرك. والله لو ما انت ما كان يشارك انت ما شاء الله تعب الهيبة يعني. الله يسعدك على عيني وراسي. تسلم تسلم يا نايف. طيب منو معنا؟ الو ابتهال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابتهال من جدة. هلا وسهلا فيك. الله يسعدك ابتهال. أنا أحس إني انتابك حكي في خاطرك، ودك تقولينا بالأشياء السلبية. أنا أقول لازم أعطيها حقها عشان نوصل رسالة من هالمنبر إنه ما تتكرر. عندنا أجيال، صح ولا لا يا ابتهال؟ أيوه صح. المواقف السلبية التي انتشرت يعني في فترة شهر رمضان المبارك، أو عادة سلبية ودك إنك تغيرينها أو تنصحين من هالمنبر، وش تقول ابتهال؟ أولاً اللي هي العصبية عشان يكونوا هم صايمين وكذا. ايه. وثانيا تصوير الاكل، لانه في ناس فقراء وفي ناس محتاجين يعني لما بيشوفوا بياخذوا حاجه في نفسهم. صح. طيب تساعدين اكيد الوالده في البيت ولا؟ اكيد. خلصتوا الفطور ولا باقي؟ لا لسه والله. طب نروح للمسابقه يا ابتهال؟ ايوه تعال. يلا هذه الخيارات معك يا ابتهال، ايش تختارين؟ ملعب راح، عندك رحله ومجلس وتراث وعملات. عملات. عملات. يقول السؤال يا ابتهال، اكبر مستهلك ومنتج للذره في العالم، مستهلك للذره ومنتج للذره في نفس الوقت في العالم، هي هل هي هولندا ولا الولايات المتحده الامريكيه ولا كندا؟ هذه الخيارات يلا. أكبر مستهلك ومنتج للذرة في العالم، شوفوا مستهلك ومنتج في نفس الوقت، هل هي هولندا ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا كندا؟ الولايات المتحدة. أيوة. الأمريكية. ثبت. أنت قاعد تقرير لي حبيب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا سلام عليك. برافو يا ابتهال. طيب ابتهال يا هلا، وش تختارين جائزتك؟ يلا عندك 5 3 6 9. كم عندك؟ 5 6 9. وخلنا نشخص بس، وش تختارين؟ 9. 9 يلا. رقم 9. 9 فزتي معنا يا طويلة العمر والسلامة. ياس للعطور، قسائم مجانية من ياس. وفزتي معنا من مركز اللمسة اللطيفة المشغل النسائي أيضا قسائم. مبروك يا ابتهال، مبروك. شكل تعب. يعطيك العافية. حاب تقولين شيء؟ ها ابتهال؟ كل عام وانتم بخير، وحابة اني اشكركم كثير، وبابا واختي اللي ساعدوني. الله يسعدهم. أجي وزع الهدايا لهم ها؟ ايوه اكيد. شكرا ابتهال. مشاهدينا الكرام خلونا نروح الفاصل ثم نرجع لكم. انا رحت اشخص ها؟ معكم ما رحت بعيد. يلا منو معنا يا شباب؟ اذكر مشاهدينا الكرام انه عندنا هاشتاج فكر واربح، راح يكون معنا سؤال ان شاء الله يوم غد باذن الله، وايضا راح يكون معنا جائزه مقدمه من سيارات او معرض صالح للسيارات يوم السبت باذن الله، اسئله جميعها راح تكون السحب للسيارات. معنا سلطان من الرياض، السلام عليكم يا سلطان. سلطان حسن ابو علي.
مرحبا 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 مرحبا. حسن من وين تكلمني؟ من الرياض ها؟ اي نعم من الرياض. الامور تمام؟ اي نعم من الرياض. نبدا؟ ابدا توكل على الله. جاهز؟ جاهز. عندك رحلة مجلس ملعب تراث حضارة عملات، ايش تختار؟ هاي رحلة. ها؟ رحلة. رحلة. نعم. يقول السؤال يا حسن، أين تقع دولة كندا؟ تبي خيارات؟ نعم. أعطونا خيارات. هل هي أمريكا أمريكا اللاتينية ولا أمريكا الجنوبية ولا أمريكا الشمالية؟ أمريكا الشمالية. واضح أنك مبتعث سابق صح؟ لا لا ولدي مبتعث سابق. ما شاء الله عليك يا ثبت. نعم كان ولدي مبتعث. هو الآن يتابعك؟ أول شيء خلنا نثبت نثبت نثبت. والله والله ما أدري هو. أول شيء يا سلام عليك إجابتك صحيحة عشان الوقت. يا سلام عليك يا حسن. شكرا لك شكرا لك. حسن حبيبي تم أمر. الولد مبتعث ولا رجع ولا كان مبتعث؟ كان مبتعث وخلص بعثته ورجع الحمد لله. الحمد لله على السلامة. اليوم كثير من إخواننا وأبنائنا المبتعثين، نصيحة من أب كان له ابن مبتعث في هالشهر الكريم، وش يقول لهم الوالد حسن؟ أقول لهم يتقون الله سبحانه وتعالى في أنفسهم. يا سلام. ويعلمون أن دولتهم ما بخلت عليهم، أعطتهم كل ما تملك وترجو منهم عطاء غير محدود. والله اني ارفع لك عقالي حسن، بيض الله وجهك. شباب اعطوا تحيه شباب من عندكم صفقه شباب. شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم. تستاهل ابو علي على هالكلام الجميل. انا اقول بعض العبارات الجميله يكون لها اثر واسع في مجتمعنا. الله يطول الله يطول. وش تختار يا حسن؟ 6 5 11 3 6 6 شكرا على 6. مبروك يا حسن، فزت معنا بهديه مقدمه من مفروشات الرقيب وهدية من توني فور، صح يا فاطمة؟ صح. مبروك يا حسن. الله يوفقك. 24 هدول قسائم شرائية 24 وهدية مقدمة من مفروشات الرقيب لك يا حسن. شكرا لكم. معنا وقت ناخذ اتصال. يلا آخر اتصال. يلا آخر اتصال. السلام عليكم. ألو ريم من الرياض. يلا يا ريم ما في وقت يا ريم. يلا أهلين. أعطونا الأيقونات. يلا أهلين وسهلين. يلا وش تختارين؟ يلا عشان الوقت. يلا أبي رحلة. يلا وين تبين؟ جدة مكة أبها. رحلة خلصت. رحلة غير رحلة غير رحلة. مجلس. يلا أعطونا مجلس. يلا يا شباب. يقول السؤال يا ريم من الرياض، إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تحسب أن الليث يبتسم، من القائل؟ هل هو أبو نواس ولا الأخطل الصغير ولا المتنبي؟ إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تحسب أن الليث يبتسم. أبي مساعدة. هو متنبي. هو بما أنك آخر اتصال. متنبي متنبي. يا سلام عليك ريم. يا ريم لأنك آخر اتصال معنا يا ريم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. 5 3 11 5. أيوة أيوة عماد أيوة. طيب يا ريم. أيوة هلا. فزتي معنا بهدية مقدمة من روز ديرما. هدية من روز ديرما وهدية أيضا مقدمة من الفالح للرياضة. ألف ألف مبروك لك يا ريم. الله يعطيك العافية. يعافيك. مشاهدي الكرام، ريم كانت آخر متصلة معنا في هالبرنامج وحرصنا أن نفوز أنه آخر اتصال. من بقينا أنه ترايح كثر الفضائح. لا والله بالعكس، هدية البرنامج هو اتصالاتكم ومتابعتكم معنا عبر شاشة القناة السعودية. نشكر الرعاة بشكل سريع اللي رافقونا في هالبرنامج. شكرا لهيئة الإذاعة والتلفزيون، صالح للسيارات، المهيدي بطب الأسنان، مشالح أحمد القطان الملكية، مجمع عيادات أوكي الطبية، مجوهرات الكريديس، كارفور ألي اسمك، ياسر العطور، مفروشات أرقيب أون تايم بدون اسم، رتاغ، الشركة العربية للعود، مشغل اللمسة اللطيفة، رويز ديرما،
الفالح للرياضة، المنصور للمشالح والعود. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، خميس ممتع وشيق لكم أحبائنا المشاهدين. نلتقي معكم إن شاء الله يوم غد في برنامجنا الجميل فكر وربح. هذا إبراهيم المعيدي، ودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.